لو ما شفتش الجزء اللي فات من طلوع يوها بخل قصر ملك الارواح ارجع شوفها الاول وتعالى. العالم دلوقتي بقى على المحاك، المعركه دي اللي هتحدد العوالم كلها تختفي ولا لا. كنا في البدايه فاكرين ان خطه يوها بخا هي الانتقام من الشينيجامي على اللي عملوه زمان، ولكن دلوقتي الموضوع بقى اصعب مما تصورنا. فيوها بخا دلوقتي عاوز يزيل كل العوالم ويخليها في عالم واحد زي الاول، وعشان يعمل كده لازم الاول يحارب الفرقه صفر، اقوى فرقه اتعرفت في التاريخ وعندها مهارات قوية مش عند حد. فيا ترى هيقدر يتغلب عليهم وينفذ خطته ولا لا، ولا هيكونوا هم المنتصرين؟ لكن في البداية لو بتتابعنا وبتعجبك الفيديوهات بتاعتنا فما تنساش انك تشترك وتحط لايك، لان اشتراكك ده بيكون اكبر دعم ليا. وكمان في حاجة عاوز اقول لكم عليها، عملت صفحة على الفيسبوك فياريت تدعموني هناك او تعمل متابعة فقط، هسيب لكم الرابط تحت في الوصف جنب اسم الفيلم على طول. فمن غير كلام كتير بقى نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا. في الحلقة اللي فاتت شفنا تحويل بعض القادة لزومبي، ولكن مايوري قدر بذكاء انه يخلصهم من سيطرة العدو ويخليهم تحت سيطرته هو. وكمان شفنا معركة جنود الكوينشو ضد بياكيا اللي كانت حاجة فوق العظمة بصراحة. واخيرا بنشوف في نهاية الحلقة 10 طلوع يوها بخا واتباعه القصر ملك الارواح. ودي باختصار يا جماعة اهم الاحداث اللي حصلت في الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا بقى نبدا. بتظهر لنا الحلقة 11 فلاش باك للفندر ريخ قبل 1000 سنة، وبنشوف ايتشيبي هو بيكون قاعد مع ملك الكوينشو يوها بخا. بيقول له ايتشيبي ان بصفته مسؤول عن العوالم الثلاثة المتكونة اللي هم مجتمع الارواح وعالم البشر والهيكوماندو، انا جيت اعرض عليك عرض. اولا هنعمل معاهده سلام بين مجتمع الارواح والكوينشي، خلينا احنا الشينيجامي نتولى شؤون العالم ونهتم بيها، وانتم مش مطلوب منكم حاجه غير انكم تهتموا بس بازدهار الكوينشي، يعني مالكمش دعوه بحاجه ولا بينا، واهتم بنفسكم فقط. واحنا برضو نفس الكلام، مش هنقرب لكم ولا هنكلمكم، وحتى لو عاوز توحد كل الكوينشي تحت رايتك بس فبرضو مش هنتدخل. اظن ان دي افضل معاهده ربحانه بين الطرفين، وانا بصراحه مش شايف فيها اي غلط عشان ترفض. لكن فجأة بيبص له يوها بخا وبيقول له انت مخادع على فكرة. فبيستغرب ايتشيبي وبيقول له ليه بتقول كده، فبيرد عليه وبيقول له انت فاكرني طفل جاهل مش فاهم اي حاجة عشان تستخف بيا ولا ايه؟ ساعتها بقى ايتشيبي بيقول له لا دي مش نيتي من الاساس، بس انت فعلا جاهل. فبيرد عليه يوها بخا وبيقول له بما انك شايفني جاهل فخليني اسألك سؤال، التلات عوالم دول كانوا عالم واحد قبل كده، ممكن تقول لي مين اللي قسمهم لتلات عوالم ووضع نهاية للسلام الابدي اللي كان فيه، وغير كده مين اللي فصل بين الحياة والموت؟ فبيرد عليه ايتشيبي وبيقول له ملك الارواح. فبيكمل كلامه تاني وبيقول له طيب ومين اللي دبر الرعب في قلوب الناس والزعر من الموت؟ قال له برضه ملك الارواح. ساعتها بقى يوها بخا بيقول له انت عارف يا ايتشيبي انا بقدر اسمع صيحات الناس والخوف والالم اللي بيحسوا به وقت الموت، ازاي عاوزني بقى اجد راحه البال في العوالم الثلاثه دي؟ ساعتها بقى ايتشيبي بيقول له يبقى لازم اوريهولك. لكن فجاه بنلاقي البنت دي فاكره انه هيهاجم على جلالته وبتهاجم على ايتشيبي بالمسدس بتاعها، لكن ايتشيبي بيقدر يصدها بكل سهوله وبيرجع عليهم الطلقات من تاني وبيقتلهم بيها. وفجأة بينفتح كف ايتشيبي وبيطلع منها عينين وبيوريه ايتشيبي كل ذكرياته عن ملك الارواح. وبنشوف ان ايتشيبي وقت تقسيم العوالم كان موجود وهو اللي حمل جسم ريوه بعد ما اتقطع. بيخرج بعدها يوها بخا من الذكريات وبيقول هو ده بقى ملك الارواح. ساعتها بقى ايتشيبي بيقول له عرفت بقى انك كنت جاهل، احنا حاليين بنحمي العالم الهش ده مع ملك الارواح. لكن بيرد عليه يوها بخا وبيقول له كم هذا مثيرا للشفقه، اللي بتقول عليه ده مخزي جدا، وبيظهر على وشه قدره بلوت وبيقوم بسرعه يمسك ايد ايتشيبي وبيقول انا قلت لك اني شايفها من الاول، انت فاكر نفسك انك هتقتلني بالدراع دي ولا ايه؟ انا عارف ان دراع ابي هي اللي ادتني الحياه، ولكنها دلوقتي ما تقدرش انها تسلبها مني. بصوا يا جماعه افهمكم بسرعه كده، اولا لما ريو ملك الارواح قسم العالم الحقيقي لثلاث عوالم هو اتقطع لاربع اجزاء وبقى كل جزء منهم مستقل مع نفسه، والايد الشمال منه هي اللي ادت الحياه ليوها بخا وخلته عنده كل القدرات اللي معاه، واحسنهم قدره هي قدره نحت الروح في الاشخاص العاديين، ودلوقتي بقى مفيش حد قادر على سلب روح يوها بخا. ساعتها بقى بيقول له ايتشيبي ان عينيك دي مزعجين جدا، هو بيقصد انه بيقدر يشوف المستقبل شباب. فبيكمل ايتشيبي كلامه بيقول له انك برضه مهما هتعمل مش هتقدر تكون عندك البصيره زي ملك الارواح. وفجاه بتخرج ايد ملك الارواح من ايد ايتشيبي وبتخش في جسم يوها بخا وبتقدر انها تعمي يوها بخا عن الاستبصار وبتاخد مكانها. وده يا جماعه يفصل لنا ليه يوها بخا في الحرب الاولى ضد الجوت ال 13 خسر قدامهم وما كانش قادر يشوف المستقبل ويغير الاحداث. ساعتها بقى ايتشيبي بيقول له هو انت فاكر اني ما كنتش جاي مستعد ولا ايه؟ انت دلوقتي هتكون اعمى طول حياتك
حياتك وبيسيبه وبيمشي. انا متوقع دلوقتي ان هيكون في فلاش باك تاني عن الايد الشمال لملك الارواح اللي بتكون في جسم حاليا يوهبخه، ازاي قدر انه يقنعها انها تخرج من جسمه وازاي قدر يخليها واحده من اتباعه، لاننا دلوقتي وزي ما احنا عارفين ان يوهبخه بيقدر يشوف المستقبل. بعدها بقى بيقعد يوهبخه مع نفسه وبيقسم انه هيرجع العالم الحقيقي زي ما كان الاول، وان ابوه ده هيكون القبر للعوالم الثلاثه. بعدها بقى بنرجع من ذكريات يوهبخه وبيبص لضريح ابوه وما بيكونش عاجبه. ساعتها بقى بيعتذر له يوجا عن الموضوع ده، لكن بيقول له ليه بتعتذر، انا ما عنديش اصلا ذره حب او خجل من القبر اللي قدامي ده. ودلوقتي بقى يلا خلينا ننهي على العالم المخادع ده ونبني عالم جديد، عالم جديد يكون فيه السلام الحقيقي. ساعتها بقى يوجا بيفتح بوابه بين عالمهم وقصر ملك الارواح وبيستدعي منه شويه من الجنود، لكن بيبص فوق بيلاقي القائده الثانيه واقفه مستنياهم سينجومورو شطرة. وفي مجتمع الارواح تحت بيكون كيسكي خلص الصاروخ لايتشيجو عشان يبعته لقصر ملك الارواح، لحد ما فجاه بيدخل عليهم شخص راكب خنزير وبيقول لهم ازاي تجرأتوا انكم تطلعوا القصر الملكي بدون انتظاري، انا بكون شيبه جونجو خبير في القصر الملكي. ساعتها بقى بيفتح ايتشيجو باب الصاروخ وبيقول له زي ما توقعت بالظبط، صوتك ما اتغيرش من ساعه اخر مره اتقابلنا فيها، فقول لي دلوقتي بقى عاوز ايه عشان ننجز مع بعض. فبيرد عليه وبيقول له جنود الكونش طلعوا قصر ملك الارواح، فهكون عاوز منك ايه بالظبط كده؟ من الاخر كده انا عاوز اطلع معاكم، وكمان انا جايب لكم خريطه لقصر ملك الارواح. فبيرد عليه ايتشيجو وبيقول له ان الحرب دي صعبه جدا، يعني مش هتكون زي المعركه اللي حصلت معانا قبل كده. فبيرد عليه وبيقول له ان هو عارف حاجه زي دي بس برضه هاجي معاكم. ساعتها بقى بيشوفوا ايتشيجو انه فعلا جد في كلامه وبيقول له اهلا بيك، وبيركبوا مع بعض كلهم وبيطيروا في الجو. في اللحظه دي بقى كل اللي في مجتمع الارواح بيشوفهم وهم طالعين، وعند يوهبخه بقى بتقول له القائده الثانيه عامل ايه يا يوهبخه، ما شفتكش من سنين طويله، انا مش مصدق انك جيت بنفسك هنا، اكيد انت اتغريت بقوتك بعد هزيمتك قائد مجتمع الارواح السابق، لكن مش عاوزاك تقلق لاني هرجعك لوعيك. لكن رغم الكلام ده كله والتهديدات الا انها ما بتكونش فارقه معاه، وبيؤمر يوجو الجنود انهم يهجموا، والقائده هي كمان بتؤمر حراسها انهم يقتلوهم بابشع الطرق. الاتنين بيهجموا على بعض ولكن الحراس بيقتلوهم في غمضه عين. بيتقدم يوهبخه وبيتجه ناحيتها، فبتتغاظ القائده منه وبتقول له انت وقح جدا. بيهجم الجنود على يوهبخه ولكن فجاه كل الضربات بتتلو وبتتحرف مسارها. القائده بتستغرب وبتقول هو في ايه وايه اللي بيحصل بالظبط، لكن فجاه بنلاقي بوابه بتنفتح من تحت رجل يوهبخه وبتخرج منه بنته وبتقول لها مين الوقح هنا، بل انت اللي وقحه، ازاي اصلا تفكري ان تهجمي على جلالته. وبتكون دي واحده من جنود يوهبخه واسمها ويزل ممثله حرف الدبليو، وبتكون قوتها هي الالتواء، يعني كل اللي بيحصل ده كان بسببها هي. ساعتها بقى بنشوف ويزل والجنود بيحاولوا يضربوها لكنها بتلوي السيوف بتاعتهم وبتخليهم هم اللي يضربوا بعض، وبتتجه يمه القائده، فاي ضربه كانت بتتوجه يمه جلالته انا كنت بحرف مسارها. وعاوز اقول لك ان اي ضربه بتشوفها عيني بقدر احرفها على طول. فبتقول لها القائده تمام، اللي فهمت منك دلوقتي ان الضربه اللي بتصديها هي اللي بتشوفيها بس، يعني لو جات لك ضربه دلوقتي بدون ما عينك تشوفها هتصيبك على طول. فبتقول لها لا الموضوع مش كده، انا لما قلت لك ان اشوفهم ما كنتش قصدي على عيني بس، انا بقصد كمان على حدسي، يعني انا لو حسيت باي حاجه فده يعتبر ان انا شفتها وبكده قدرتي هتاثر عليها. بيحاولوا الجنود انهم يضربوها من ظهرها ولكن بتقتلهم من ضربه واحده، ولكن القائده دي برده مش سهله يا جماعه. فلما كانت ويزل بتقتل في الجنود بتاعتها، القائده قامت بسرعه البرق وخيطت لبس من لبسها على عبايه ويزل. ويزل بتتصدم بتقول لها انت عملت كده ازاي، فبتعرفها ان كل شخص ليه عيوب. فبعد ما شرحت قدرتك الخاصه قدامي فكرت ان كل ما العدو يقرب منك قوتك بتضعف وبتكون سهله الاختراق، ونتيجه لكده قدرت اقرب من جسمك وانت ما حسيتيش حتى بيا. ويزل هتتجنن، كانت معتقده ان مفيش حد هيقدر يقرب منها خالص، ولكن يا صديقتي خصمك مش سهل خالص، فما تلقبتش القائده دي بالسنجومورو خلاص. والسنجومورو دي يا جماعه تقنيه الالفيد، وعاوز اقول لكم ان القائده دي سريعه جدا. ويزل لسه واقفه ومش مستوعبه اللي بيحصل معاها، وفجاه بتلاقي هجمات ضربت في جسمها والدم عمال يطرطش في الارض. فبتقول لها القائده انها اسفه لاني نسيت اشيل الابر بتاعتي بعد ما خيطت لبسي. وبكده بتكون الابر بتاعت القائده خرمت جسمها من جوه، ويزل بتاعها على الارض قبل ما تعمل اي حاجه اصلا. بعدها بقى بتشوف ايتشيجو والباقيين، بيقول جونجو ان الوضع بقى اسوا بكتير، انا افتكرت ان الشينيجامي هينتصر في المعركه ديت، لكن ما توقعتش ان الامر هيطول قصر ملك الارواح هو كمان. ساعتها بقى يوروتشي بتقطع كلامه وبتقول له انهم اكيد هيدخلوا القصر الملكي لان هدفهم باين من البدايه انهم كانوا عاوزين ملك الارواح بنفسه. فبتقول لها اينو مين ملك الارواح ده، بتعرفها يوروتشي ان ده كيان اشبه بالملك وبيحكم العوالم الثلاثه، انا ما اعرفوش شخصيا انا سمعت عنه بس. بيقول لها شادو ملك، هل هي دي المكان اللي بيطمح اليها يوهبخه؟ فبتقول له ايوه بالظبط. فبيكلمها بقى تشيجو وبيسالها هل من الممكن اصلا استبدال ملك الارواح، انا لما اتدربت هناك في القصر الملكي شفت اشياء مختلفه
مختلفه. من المفترض ان يكون ملك الارواح ده هو قواعد العالم، بس يا ترى ايه اللي هيحصل للعالم لو تم تغييره؟ فبترد عليه وبتقول له والله ما اعرفش، علم علمك. بتقعد بعدها اينو معاهم وبتقول لهم يا لها من ذكريات، من ساعه ما اتجمعنا اخر مره مع بعض لانقاذ روكيا واحنا ما شفناش بعض تاني، لكن اللي ناقص المجموعه ديت هو ايشيدا. ساعتها بقى الكل بيحس بفقدانه برضه، لكن بيطمنها ايتشيجو وبيقول لها انه بعد ما يهزم يوها بخ هيروح يضرب ايشيدا وهيجيبه من قفاه، فالكل بيفرح وقتها وبيقولوا له احنا معاك يا كابتن. ساعتها بقى بنشوف القائده الثانيه وهي بتكلم يوها بخ وبتقول له الدور عليك، لكن يوها بخ بيضحك وبيقول لها ده اللي انت فاكراه، وفجاه بينفتح بوابه من تحت رجليه وبيكلم اتباعه وبيقول لهم ايه رايكم في الكلام ده. ساعتها بقى بيخرجوا له نخبه جنود الرئيسيين، الجنود اللي هو اختارهم بذات نفسه، واول واحد معانا اسمه رينج بارو ممثل حرف الاكس، والثاني اسمه برونايت ممثل حرف السي، والثالث هو جيرارد فيراكري ممثل حرف الام، والرابع بقى هو سكاين ممثل حرف الدي، وده اللي هيعمل قلبان في الحرب دي. ساعتها بقى الكل بيكون فرحان ان مالكهم اختارهم هم، وعشان ان هو يختارهم بنفسه فهو كده معترف بيهم، وبيقولوا اننا لازم نطلع كل اللي عندنا من قوه. وبسرعه جيارد بيطلع سيفه وصدته وبيروح يهاجم على القائده، بتحاول القائده انها تصد ضربته بالابر بتاعتها، ولكن جيارد بيكون قوي جدا والسيف بتاعه بيخترقها وبيجرحها في كتفها. القائده اتصدمت، ما كانتش متوقعه كده، لكن الضربه بتفضل مكمله لحد ما بتكسر الارض من تحتيها. القائده بسرعه بتنادى على واحد من اتباعها اللي بيكون عملاق جدا، ولكن مع ذلك برضه بيكون جيارد مبتسم. الاعضاء التانيين بيكونوا هم كمان متحمسين وبيتدخلوا في المعركه، واحد منهم بس بيحرك ايديه وبيستخدم قدرته وبيكسر العملاق اللي ورا القائده. القائده مش فاهمه حاجه ومتفاجئه، ما كانتش متوقعه ان العملاق مش هيلحق يعمل حاجه كده، وفجاه بنلاقي ريجي بيخلع عبايته وبينشل عليها وبيرزعها واحده هيت شوت بيجيب اجلها. يا نهار ابيض يا جماعه، ضربه قويه جدا فرتكت دماغها. القائده الثانيه اتهزمت هزيمه ساحقه، انا بصراحه ما كنتش متوقع كده اقسم بالله. ساعتها بقى كمان بيستخدم برانايدا قوته وبيحطم القائده نهائيا لحد ما بتتعسر زي الكوره. بيتكلم جياردو وبيقول هي دي ماتت بالسهوله كده ليه، لكن ريجي بيرد عليه وبيقول له هي من امتى ما كانتش خصومنا سهله بالنسبه لنا، وبيتحرك بالبندقيه بتاعته وبيروح يضرب في طوابق القاده وبيحطمهم وبينزلهم من السما متكسرين. ساعتها بقى بينحني قدام جلالته وبيقول له انتبه لخطواتك وانت ماشي، لكن فجاه وهم واقفين بيلاقوا المكان والسما بينسحب زي الورقه، وبيحصل اهتزازات في المكان وبيختفي من قدامهم، وبتظهر من وراهم القائده الثانيه وهي متعفيه بالكامل ومعلهاش خدش واحد حتى، وبتقول لهم ان كل اللي دمروه واللي شافوه ده كان وهم من صنع الراهب الحكيم، وهو وقت مستنيكم على الجهه الثانيه من قصر ملك الارواح الحقيقي، وعاوز اقول لكم ان هو مستنيكم بكل شغف. ساعتها بقى بيشوفوا ريجي وهو قاعد على المدخل الرئيسي لقصر ملك الارواح وبيجهز سلاحه عشان يضربوا بيه، لكن فجاه بيلاقي القائده الثالثه نزلت عندهم وبتعمل عليهم سجن من الخشب، وبتقول لهم بقى لو تعرفوا تخرجوا من السجن ده اخرجوا منه. بيقفوا جنود النخبه هم الثلاثه مع بعض ومش عارفين يعملوا ايه، وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا يخرب بيت تقنياتكم الغريبه دي، نخلص من ده نلاقي ده. ساعتها بقى ريجي بيقرر ان يهاجم على السجن عشان يحطمه، لكن فجاه بيشوف الطلقات اللي ضربها ما بتخترقش الحاجز ولا حاجه. ساعتها بقى بيقف مندهش وبيقول انه اول مره يشوف حاجه زي دي، زمان كان الطلقات بتخترق اي حاجه ومفيش حاجه صعبه عليا، اما دلوقتي فطلقاتي مش عاوزه تعدي ليه. ساعتها بقى صديقه بيفضل يضحك عليه. بتتكلم القائده الثالثه بتعرفه ان السجن ده معمول من الرياتسو بتاعها، فمهما هتعمل مش هتعرف تكسره، وبتعرفه كمان ان في كل مره هيضرب فيها السجن هيكون اقوى، لان الطلقات بتاعتك مصنوعه من الريشي، والريشي والرياتسو قريبين من بعض جدا، عشان كده الشجره دي هتبتلعه وهتعزز بيها نفسها. ساعتها بقى بينزل لهم من السماء القائد الاول من الفرقه صفر، شيطان الينبوع الحار كيرنجي تانجيرو، وبعدها بيحضروا بقيه القاده هم كمان وبيعرفوا عن نفسهم. ساعتها بقى بيحضر وبينزل وسطهم ملك الزنبقتو واللي صنعه كمان الاسطوره نمايا، وبيكون جايب السيف بتاعه وحاطه في صندوق من الميه قدامهم، وبيفضل طبعا يضحك عليهم ويستظرف زي العاده لحد ما بيطلع سيفه من الميه وبيقول لهم الراجل يقرب ولا اقول لكم تعالوا كلكم دفعه واحده. ساعتها بقى بيروح يهاجم نارد عليه وبيديله تلويحه بسيفه كانت هتجيب اجله، وبنشوف ان من شده الضربه كان السجن المانيع هينقطع، لكن بيقدر نمايا على اخر لحظه انه يتفاداها. بيقول له جنارد ازاي شخص كان واثق من نفسه من شويه كده بيتفادى ضربتي، مش مكسوف من نفسك يا عم انت ولا ايه؟ قال له لا ليه اتكسف، احنا في معركه دلوقتي ولازم اطلع بدون خدش واحد حتى، وعلى العموم ده دوري في الهجوم دلوقتي. جنارد بيضحك وبيقول له هات اللي عندك، وفجاه بنلاقي جنارد واقع على الارض وبدون اي حركه. ايه اللي حصل وازاي وقع
كده. اصدقائه هم كمان مستغربين من الموضوع، مش فاهمين ايه اللي حصل له فجأة. لكن ساعتها بقى بنلاقي ان في دم خرج من ظهره، وبنفهم انه اتطعن من بطنه لحد ما السيف ما خرج من ظهره. بيقول لهم نومايا اكيد انتم مش مستوعبين اللي حصل، عشان كده هشرح لكم شويه عن قدرتي. ميزه سيفي هي الضربه الواحده، يعني لو اي حد اتلقى ضربه من سيفه ايا كانت هيموت على طول. ومع ذلك قدره سيفه مش متوقفه على كده، يعني كل ما يحط سيفه في صندوق الميه اللي وراه ده قدره سيفه بتتغير. ساعتها بقى ريجي ما بيكونش مصدق ان صاحبه مات بالسرعه دي، وبينشل على نومايا وبيضربه طلقه، لكن نومايا بيقدر يصدها بكل سهوله. ريجي اتصدم، ما كانش متوقع ان في حد هيقدر اصلا يصد ضربته. بيقول له انت عملت ايه بالظبط؟ قال له ما عملتش حاجه والله، كل اللي انا عملته بس هو ان انا حطيت السيف بتاعي قدام طلقتك، وطلقتك المثاليه دي انخبطت في سيفي وانقطعت لنصفين. وبسرعه بينشل عليه مره تانية وبيفضل يضرب عليه، لكن زي ما هو متوقع من الرجل اللي اخترع افضل سلاح للشينيجامي وهو الزنبقته، وبيصد كل طلقاته بكل سهوله. وبلحظه خاطفه منه بيدمر سلاح ليلي وبيقطع له ايديه الاثنين كمان وبيقتله. وما عندهاش راند كان رزع السيف في دماغه، وبسرعه خاطفه جدا من نومايا بياخد السيف من دماغه وبيهاجم على رقبه سكاين، لكن بيقدر سكاين على اخر لحظه بكل صعوبه ان يتفاداها منه. فبيعجب جدا من سرعه سكاين، لكن كل ده بدون اي فايده لان سرعه نومايا عاليه جدا، ولو اتفاداها مره مش هيعرف يتفاداها الثانيه. وبسرعه منه بيقف على جسم سكاين وبيقطع حنجرته. بيعرفنا نومايا ان سيفه ده اختراع فاشل لان قدرته على قطع الاشياء عاليه جدا، ومهما كان الشيء اللي قدامه هو ايه هيقطعه بضربه واحده في الحال. ومع انه هو مخترع الزنبقته الا انه فشل جذري انه يصنع للسيف ده غمد، لان السيف ده دايما حر وما بيحبش اي قيود عليه، وانه هو من اصعب السيوف اللي صنعها بين السيوف الثانيه. وبسبب ده فبيعتبر ان السيف ده فاشل في معايير السيوف الاساسيه، وانه هو عمره كمان ما كان هيسمح لسيف زي ده يكون مع حد غيره. وبيقول لهم انه بيشكرهم جدا لانه دلوقتي حسسهم بلمعان السيف وهو بيقاتل، وبيكلم يوها بخا وبيقول له انا ممتن ليك جدا. لكن فجاه وهو واقف بيلاقي يوها بخا بيرمي عمله من ايده بره السجن، وبيبدل نفسه مكانها بسرعه الصوت، والقدره دي هي اللي عندي يوتشيها ساسكي من انمي ناروتو. ساعتها بقى بيروح يوها بخا بيقف قدام اتشيبي وبيقول له ممكن بعد اذنك تعديني، لكن بيضحك اتشيبي وبيقول له لا ده ممنوع. وبعدها بنشوف نومايا وبقيه القاده واقفين هم كمان في وش يوجه وايشيدا. يا ترى المعركه الجايه هتكون عامله ازاي؟ المعركه المنتظره من الافات السنين، معركه محو العالم للسلام الحقيقي. ولحد هنا بقى بتخلص الحلقه، فما تنساش يا صاحبي منك ليه انك تحط لايك وكومنت عسل زي كده، ويا ريت تشترك عشان عايزين نوصل للربع مليون في اقرب وقت. ولازم اخيرا بقى انك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا سلام. Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. And expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me.